لخمس بقيت من القعده عام عشر من الهجره، ونزل الحليفه ميقاته للمدينه يوم السبت بعد صلاه الظهر، صلى بالناس الظهر في المدينه وذكرهم ووعظهم وعلمهم كثير من مناسك الحج، ثم ارتحل فنزل في الحليفه بالناس وصلى فيها العصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وصلى فيها الفجر يوم الاحد وصلى فيها الظهر يوم الاحد ركعتين حتى تلاحق الناس، ثم توجه من الحليفة بعد الظهر، احرم بعدما صلى الظهر عليه الصلاه والسلام، احرم بالحج وهو جميعا قارنا، وساق معه 63 بدنه، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببقيه الهدي 137 صار جميع 100 بدنه ساقها عليه الصلاه والسلام. وكان عند ما بعدما صلى الظهر وبعدما لبس الإزار والرداء وبعد الغسل والتطيب لبى بقوله اللهم لبك عورة وحج عليه الصلاة والسلام، بعدما اغتسل وبعدما لبس الإزار والرداء وبعدما طيبته عائشة بطيب طيب من المسك، بعد ذلك لبى بعدما ركب دابته. هذا هو السنة، إذا أتى الميقات يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداء إن كان رجلا، وتلبس ملابسها المرأة التي تريد، والأفضل أن تكون ملابس ما تلفت النظر، ملابس غير جميلة حتى لا تلفت النظر. فإذا فرغ كل منهما من ذلك راكب دابته أو السيارة ثم لبى، هذه السنة، يلبي بعدما يركب بعدما يفرغ من حاجاته كلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعد فريضة كان أفضل، لأن الرسول أحرم بعد فريضة الظهر عليه الصلاة والسلام، وإن كان في غير فريضة كالضحى فلا بأس. وذكر جمهور العلماء أنه يستحب له يتوضأ ويصلي ركعتين قبل أن يحرم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وأحرم بعدها، يستحب للمسلم والمسلمة عند الإحرام في غير وقت الصلاة أن يصلي ركعتين مثل الضحى فيحرم بعدهما، هكذا قال الجمهور، ولا أعلم نصا واضحا في ذلك إلا أنهم أخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعد صلاة الظهر. ولأنه جاء في حديث صحيح رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك فقل عمرة في حجة. قال بعض أهل العلم إن هذا بعمومه يدل على شرعية الصلاة عند الإحرام، ولكنه ليس بصريح، لأنه يحتمل أن المراد الصلوات الفريضة التي صلىها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع، إن كان بعد فريضة فهو أفضل، إذا وافق فريضة فهو أفضل، وإن لم يوافق فضيلة بأن كان إحرامه مثلا الضحى، فإذا توضأ وصلى ركعتين وأحرم بعدهما كان حسنا إن شاء الله كما قال جمهور أهل العلم. ولأن الوضوء له سنة، إذا توضأ الإنسان شرع له سنة الوضوء، فيلبس إزاره ورداءه ويتطيب ويستكمل كل شيء، مثلا كان شارب طويل قصة، كان عنده أظهار طويلة علمها، وهكذا يبطل وهكذا عالت، هذا من باب السنة. وإذا فعل هذا في بيته قبل ذلك كفى ذلك والحمد لله، ثم بعدما ينتهي من هذا كله ويتهيأ يركب الدابة أو السيارة، والآن الموجود السيارات والدابات والدواب الآن تركت واكتفي بالسيارة، فالسيارة تقوم مقام الدابة، فإذا ركب لبى اللهم لبيك عورة وحاجة إن كان قارنا، كفى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى قارنا لأنه ساق الهدي. أما إن كان ما ساق الهدي فالأفضل أنه يلبي بالعمرة، يقول اللهم لبيك عمرة، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج اللهم لبيك حجا، يكفي هذا، هذا هو الأفضل من القران. وإنما يفعل القران لمن ساق الهدي من إبل أو بقر أو غنم. وبعدما يقول هذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعدما بين نسكه بعدما لبى بالعمرة والحج. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا مثله، كانوا يرفعون أصواتهم بذلك، وكان يرفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا المشروع رفع الصوت بالتلبية حتى يسمع القريب والبعيد، وحتى ينشط الناس ويتتابعوا في هذه التلبية العظيمة اللي فيها توحيد الله وإخلاص له. ولهذا قال جابر رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم في الحليفة أهل بالتوحيد،
لأن قول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبية فتقول إلا شريكا ولك تملكه فما ملك، فأبطل الله ذلك بفعل نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا عليه الصلاة والسلام، فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الشرعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لبى بزيادة لأن قال لبيك اللهم لبيك لبيك إله حق لبيك، فقد فرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو لبى بأنواع مما جاء عن بعض الصحابة مثل لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مثل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وما أشبه هذا، كله حق لا بأس. لكن التلبية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولازمها أفضل من غيرها. ولما كانت أسماء بنت عميس قد ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد بن أبي بكر واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتلبي وهي في نفاسها، فدل ذلك على المرأة إذا كانت في النفاس تلبي وهي في النفاس لا بأس. وهكذا الحائض إذا جاءت الميقات وهي حائض تلبي تغتسل. الرسول أمرهما بالاغتسال، أمر أسماء بالاغتسال، وأمر عائشة لما حاضت وأرادت التلبية بالحج قرب مكة فأمرها أن تغتسل. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمر النفساء والحائض بالاغتسال عند الإحرام، فهو سنة للجميع ولو كان لا يرفع الحدث في حق الحائض منه حتى تنتهي، لكنه فيه النظافة والنشاط. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة ومحرمها بالعمرة نزل بها الحيض قبل أن تطوف وتسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة، فصارت قارنة رضي الله عنها وأرضاها. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة ملبيا، وسار معه المسلمون يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ومن لا شريك لك، حتى وصل مكة في يوم الأحد الدائر الذي هو دور الأحد الذي أحرم به عليه الصلاة والسلام. وصل مكة صباح يوم الأحد ونزل بذي طوى في طرف مكة وصلى بها الفجر عليه الصلاة والسلام، مات بها عليه الصلاة والسلام، واغتسل فيها أيضا عند دخول مكة. فهو أفضل عند دخول مكة إذا تيسر أن يغتسل، هذا إذا تيسر وليس بلازم. ثم لما اغتسل دخل مكة صلى الله عليه وسلم وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى يوم الأحد عليه الصلاة والسلام رابع ذي الحجة، رابع شهر ذي الحجة عام عشر من الهجرة، طاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه قارن ومعه الهدي، فلم يحل إلا يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين معه فمن كان معه الهدي فعل فعله، طاف وسعى وبقي على إحرامه فلم يحل إلا يوم النحر. وأما الذين لم يسمع معهم هدي وقد لبوا بالحج أو بالحج مرة جميعا فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلهم عمرة وأن يفسحوا إحرامهم بالحج وبالحج وعمرة إلى العمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة مفردة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا بأمره عليه الصلاة والسلام. ومن كان معه الهدي بقي على إحرامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة دخوله مكة عليه الصلاة والسلام وسيره من الحليفة إلى أن وصل مكة عليه الصلاة والسلام على هذا النحو عليه الصلاة والسلام. والمسلمون تابعه بهذا عليه الصلاة والسلام واحتجوا بعمله هذا على ما ذكر من هذه الأمور، لأنه صلى الله عليه وسلم المشرع المبين للناس، ولأنه قال للناس خذوا عني مناسككم، هذا هو المشروع كما ذكرنا عنه عليه الصلاة والسلام.